أول حد عن حراس البنوك، لماذا ما يعود عندهم سلاح؟ متفق معاه أنهم يلزم يعود عندهم سلاح، من يعود ما هو عندهم يعود يرغبوا فيه. إحنا بعد على مستوى الوزارة مستعدين نشرعوا لهم في أسرع وقت ممكن وكل التسهيلات المطلوبة، ويلزم يعود عندهم. غير هم اللي بالمناسبة نأكد عن هاي العملية اللي خلقت اليوم دل على أن الأمن ما هو معني إلا بوليس، ولا هو معنيين به إلا الدرك، معنيين به المواطنين، لأن كانت فمات فيها مجموعة من المواطنين وكانت قادرة تلقي القبض مباشرة على الفاعل. وصوروه، بدل من يصوروه كانوا يقدروا يلقوا عليه القبض. وفتنا قلناها دائما من هذا المنبر ونكرروه، وانتم قال الحمد لله ذاك ما ينقالكم، ان الامن امن جماعي، والمواطن هو اللي موجود في كل بلد. الشرطه ما هي موجوده في ياسين البليدات، والدرك ما هو موجود في ياسين البليدات. يبقى المواطنين الحمد لله بيقظتهم وبطنيتهم وباهتمامهم موجودين في كل بلد. انا قال من يعود يساهم في القاء القبض على العنصر يساهم فيه، ومن يعود يساهم بالمعلومه يساهم به. وبالتالي المواطن دوره مهم ونأكد عليه، وانتم هم اللي كصناع رأي ومبلغين الرأي، يلا تكونوا تعاونوا في هذا المجال اللي هو